يقول لي أخوة خمسة أعاملهم بالمعروف وهم يعاملونني بالعكس، وعند حصول أي مشكلة لي أجدهم يتحدثون عني في المجالس، حتى والدي هداه الله لم يحاول إنصافي بالرغم من التزامي بأمور ديني، وعندما يطلبون مني أي شيء أقوم بمساعدتهم وهم يرفضون مساعدتي، فماذا أفعل معهم بالرغم من أني أدعو لهم بالخير في كل صلاة؟ استمر في برك بوالديك وصلتك لأرحامك ولو كانوا يسيئون إليك. قال الله جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فهذا مع الناس، فكيف بأقاربك أو والديك؟ وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. فعليك بالاستمرار بالصلة والكلام الطيب، وهذا الذي يجب عليك. أما هم فيتحملون ما يصدر منهم، والإثم يكون عليهم، وأنت مأجور في صلتهم والإحسان إليهم. نعم.